هنا تلفزيون لبنان اليوم الخميس 23 شباط فبراير 2012 وقد جاءنا الآن ما يلي. الرئيس الأمريكي في ذمة الله، فقد تمكن مجهولون من إطلاق النار على موكب الرئيس أثناء مروره في مدينة دالاس الأمريكية، وقد نقل المرحوم الرئيس جون كينيدي إلى المستشفى وكان قد فارق الحياة. أسرة تلفزيون لبنان تتقدم بأحر التعازي من آل كينيدي على مصابهم الأليم وفقيدهم الغالي جون، سائل الله أن تكون خاتمة أحزانهم. المزيد من التفاصيل نوافيكم بها فور وصولها إلينا عبر الفاكس أو التلكس السريع. هنا تلفزيون لبنان، تابعونا نتابعكم، لا تتابعونا مثل رجلنا. مات يا حرام. ونجد لو بتشوفوا مرته حرام كيف دبدب على السيارة، كانت رح تنط من تاني ميل. هلأ بحطوه على اليوتيوب، حدا يحطوه على اليوتيوب، أي قناة على اليوتيوب عندي.